بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الجافا. وفي هذا الدرس بنتكلم عن السنج كلاس، وهذا هو الجزء الأول منه اللي راح نعرف فيه شنو هو السترينج، وشلون نسوي ديكلاريشن حق السترينج، وشلون نسوي كرييشن يعني ننشئ سترينجز. الحين بنتكلم عن شنو هو السترينج. السترينج في لغة الجافا هو عبارة عن مجموعة من الكاركترز، أي مجموعة من الكاركترز، وتكون محاطة بفواصل علوية، فدبل كوتس في البداية وفي النهاية، فهذا يعتبر سترينج اللي هو جافا بروجرامينج. ممكن يكون السترينج فاضي ما في ولا كاركتر، وبالتالي يطلق عليه empty string، string فاضي ما في ولا كاركتر داخل، بهني بالنص ما في حتى فراغ، حتى الفراغ يعتبر كاركتر، فبالتالي هو ما في اي كاركتر. طول السترينج يعني الطول ماله يقاس بعدد الحروف اللي موجودة داخل السترينج، فهذا السترينج الأول فيه 5 حروف كلمة هلو، فبالتالي طوله 5. السترينج الثاني فيه 4 حروف للجافا، بعدين فيه فراغ هذا الخامس، فيه الرقم 2 هذا السادس، إذا عندي 6 حروف في هذا السترينج. كل كاركتر موجود في السترينج هو له مكان محدد، والمكان هذا له قيمة، والقيمة تبدأ من الرقم 0. إذا نقول حرف ال H 0، حرف ال E 1 مكانها، ال L الأولى 2، ال L الثانية 3، ال O 4، مع أن طوله 5 لكن يبدأ من 0 وينتهي بال4. لذلك آخر كاركتر موجود أو position، مكان آخر كاركتر، هو طول بمقدار طول السترينج ناقص 1. طوله 5 اذا اخر واحد مكانه 4، هذا طوله 6 اذا اخر واحد مكانه 5. طبعا ليش؟ لان احنا بدينا من الصفر ما بدينا من الواحد. الحين بنتكلم عن شلون نقدر ننشأ او نسوي اوبجكت من نوع سترينج. عندنا طريقتين، الحين بنتكلم عن الطريقة الأولى. الطريقة الأولى إن إحنا نستخدم string literal. string literal معناته ثابت أو قيمة ثابتة من نوع string، وإحنا نوضحها أو نبينها عن طريق إن نحط double quotes دار مدار literal، string literal، عشان نعرف إن هذا هو يمثل string literal. الطريقة اللي نسويها ممكن نقول string s1، وهذا ال s1 اللي عندنا هني هو نسميه مثلا متغير او reference variable، يعني متغير من نوع reference لstring، لobject من نوع string، فاحنا نخزن فيه او نخزن فيه reference او مثل ما تقول address حق متغير من نوع او حق اوبجكت من نوع string. وبعدين بعد ما عرفنا هذا ان هذا رفرنس، اني حق هني ونقول له ان ال s1 يساوي java is easy. لاحظ هني هذا java is easy يسمونها string literal، هذه اخزنها في ال s1. طبعا احنا لما نقول خزنها في ال s1 هي ما تخزن هي بذاتها في ال s1، ولكن الادرس او الرفرنس مالها، المكان ما تخزنت، يشوف وين المكان داخل الميموري تخزنت، اول مكان موجود، فبالتالي يخزن هذا المكان في ال s1. طريقة او مثال ثاني، ممكن نقول string s2 يساوي java is easy، فبالتالي java is easy تخزن داخل ال s2 مباشرة، وهني طبعا الرفرنس ماله يخزن داخل ال s2، اذا هذا object من نوع string
والرفرنس او الادرس مالها راح يخزن في الرفرنس فاريبل اللي هو S2 من نوع string. هذه الطريقة الأولى اللي فوق هي تمثل، يعني سويناها، عرفنا أول شيء declaration، وبعدين جينا هني وقلنا له خزننا القيمة. هني نسوي الديكلاريشن مع initialization في نفس الجملة. السترنج الثالث هني قلنا له سترنج S3 يساوي جافا زائد is easy، وجافا زائد is easy مع بعض هذيل راح يسويهم وقت الكومبايل تايم، لان هذا سترنج لترال وهذا سترنج لترال، فوقت الكومبايل تايم كل شيء واضح بالنسبه له، وبالتالي راح يكون اوبجكت او سترنج لترال جافا is easy في وقت الكومبايل تايم، وراح يحط الادرس في الاس 3. وكل هذيل ما دام قاعد يسويهم في وقت الكومبايل تايم، هو لما يسوي السترنج راح يشيك هل في سترنج سابق مثله ولا لا. اذا في سترنج سابق مثله راح ياخذ الادرس مال السترنج السابق ويخزنه في الادرس الثاني، وبالتالي راح يشوف هذا نفسه راح ياخذ السترنج ادرس من الاول ويخزنه في السترنج ادرس الثالث. اذا كل هذول الثلاثه راح يكون فيهم نفس القيمه، راح ياشرون على نفس المتغير، ما راح يسوي لي ثلاثه مختلفين. هني عندي string S4 يساوي جافا، الجافا ما عندي شيء قبل هني، اذا راح يسوي بالنسبة له object جديد في مكان string literal جديد في البول، ويحط الادرس في S4. اذا هذا راح يكون شيء جديد. نيجي حق المثال اللي بعده، نقول string S5 يساوي S4 زائد is easy. is easy string literal، لكن S4 هي متغير، والمتغير ما نقدر ناخذ قيمته وقت الكومبايل تايم، راح ناخذ قيمته وقت الرن تايم، وبالتالي هذا ما راح يتكون وقت الكومبايل تايم. واذا ما تكون وقت الكومبايل تايم ال شو اسمه ال virtual machine الجافا الكومبايلر ما راح يشيك اذا في سترنج مثله ولا لا. فبالتالي حتى لو كان في شيء مثله، لان هذا جافا زائد از ايزي راح يصير جافا از ايزي، راح ينحط في مكان مختلف، ما راح يكون نفس الادرس او الرفرنس مال اللي موجود في S1 S2 S3. فهني راح نعيد ونأكد على نفس اللي قلته من ساعة، S1 S2 S3 راح يأشرون على نفس السترينج اوبجكت، لكن S4 وS5 كل واحد منهم يعني يأشر او يعني بوينت حق different string object. السترينج literals اللي احنا شفناهم هني هم راح ينشؤون او created في شيء يسمونه string literal pool، راح يسوون او ينشؤون في مكان داخل الميموري يسمونه string literal pool. الحين بنكمل على السترينجز وشلون يعني نسوي كرييشن حق السترينج سترينج اوبجكت، وبنتكلم الحين عن الطريقه الثانيه اللي هي راح ننشئ باستخدام نيو كورد. فمثلا ممكن نقول سترينج S1 يساوي نيو سترينج جافا بين فاصل علويه، وبالتالي انا راح اسوي اوبجكت داخل جافا، والادرس ماله او الريفرنس ماله راح اخذنه في الاس 1. هني string S2 يساوي new string جافا، نفس الشيء راح اسوي اوبجكت جديد، مو نفس الاوبجكت لان استخدمت new، اذا استخدمت new راح يتخزن في مكان جديد، وبالتالي راح يكون اوبجكت جديد والادرس ماله راح يخزن في الاس 2. هني لما اقول string S3 او new string الجافا راح تنشأ string فاضي وتعطيني الادرس ماله وخزنه في ال S3. لو قلت له S3 يساوي جافا، اذا راح ينشئ لي جافا object جافا في الميموري ويعطيني الادرس ويخزنه في الاس 3، وبالتالي الاس 3 الحين ما اتاشر على الاوبجكت الفاضي، راح اتاشر حق الاوبجكت الجديد. عندي السترنج اوبجكتس كرييتد باي يوزنج ذا نيو كيورد ار كرييتد ان ذا ميموري هيب،
إن يعني تخزن أو تنشأ في الميموري هيب، على عكس الجزء الثاني اللي هي ما راح تكون في الميموري هيب، راح تكون في السترينج بول. ويعني هذه مكان ثاني مختلف عن المكان السابق. وعندي كل سترينج هني، كل سترينج اوبجكت كرييتد يوزنج ذا نيو كيورد is created in new location even if it is equal to another string. مثل ما وضحنا هني ان هذا وهذا نفس الشيء، لكن هذا راح ينشأ كأوبجكت في مكان وهذا في مكان ثاني، كل واحد له ادرس مختلف، فما راح يكونون يأشرون على نفس المكان. الحين يعني بنتكلم عن بعض الملاحظات عن لما ننشئ string objects. الملاحظة الأولى إن لما نكتب string literals لازم يكون الدبل كوتس كلهم على نفس السطر، يعني الدبل كوتس هذه والدبل كوتس هذه لازم يكونون على نفس السطر، ما يصير أجزئ الكلام اللي موجود داخل الفواصل العلوية أو الدبل كوتس على أكثر من سطر. فهالطريقة هذه خطأ، لازم يكون كلهم على نفس السطر، البداية مال دبل كوتس والنهاية يكونون كلهم على نفس السطر. الأمر الثاني إن string objects are immutable. immutable يعني ما راح يتغيرون. لما نقول احنا ما راح يتغيرون، يعني المكان اللي انحجز لهم او انكتب داخل الميموري الكلام هناك في المكان هذا ما راح يتغير. لو جيت انا اغير السترينج نفسه او الريفرنس او يعني السترينج نفسه بحيث ان الريفرنس قاعد يأشر عليه، لو يتغير الحين راح هو يسوي سترينج ثاني في مكان ثاني ويعطيني ريفرنس جديد، لكن الريفرنس القديم او يعني اللي مكتوب سابقا راح يتم مثل ما هو، ما راح يتغير، راح يسوي لي واحد جديد ويعطيني الريفرنس مال الجديد. لذلك اذا كان عندي اكثر من ريفرنس قاعد ياشرون على خلينا نقول اوبجكت واحد، لو جيت انا اعدل يعني محتوى الريفرنس هذا اللي قاعد ياشر عليه واحد منهم، راح ما راح ياثر على الريفرنس الثاني الاول والثاني. مثلا لو جيت اعدل على الثالث راح يسوي الثالث في مكان مختلف، وبالتالي ما راح ياشر على المكان اللي كان ياشر عليه مثل ما كانوا ياشرون عليه الاول والثاني. عندي الـ string variable can be changed to point at another string object. إن ممكن هذا عندي الـ S1 قاعد يأشر على الجافا والـ S2 قاعد يأشر على الـ is easy. لما أقول له S2 يساوي S1 معناته قاعد أقول له أخذ المؤشر أو القيمة الريفرنس اللي كانت مخزنة في الـ S1 وودها حق الـ S2. الحين كلهم قاعد يأشرون على نفس المكان، أي مكان؟ المكان اللي كان يأشر عليه الـ S1. إذا اثنينهم قاعد يأشرون على الجافا، إذا ما حد عندي هني يأشر على الـ is easy. وإذا طبعا ما صار عندي أي شيء يأشر على الـ is easy، فشيء يسمونه garbage collection، الجافا راح تتكفل في هذا الأوبجكت وتحاول تمسحه وتشيله، لأن ما حد قاعد يستخدم هذا الشيء حتى تفضي لنا الميموري. الحين بنتكلم عن value of method. هذه الميثود هي عبارة عن يعني تاخذ أو argument من نوع primitive literal أو variable، وبالتالي تحول هذيل الأشياء إلى نوع string. احنا يعني ما نقدر ان نقول ان السترينج يساوي وحط له مباشره انتجر او مثلا بوليان او كاركتر، لان هذا بريمتيف وهذا سترينج، فما اقدر اخزنه مباشره. لكن اذا ابي اخزن القيم اللي موجوده في هذيل داخل السترينج استخدم اللي هي الميثود اللي اسمها value of، اللي هي راح تحولها الى representation مالت السترينج. فلو أخذنا في المثال الأول وقلنا انتجر N1 يساوي 250، خزنت 250 داخل N1 لنوع انتجر، وبعدين قلت له
حول لي الان واحد هذه اللي موجودة بنوع انتجر الى سترينج وخزن هذا في الاس واحد. لما هي اطبع الاس واحد راح تطبع الحين السترينج ريبريزنتيشن حق ال 250 ليرة، تنطبع كذلك 250. عندنا المثال الثاني، ممكن اذا كان عندي بوليان، فقلت له بوليان بي 1 يساوي ترو، فخزنت ترو في البي 1. بعدين قلت له عطني حول السترينج ريبريزنتيشن، حول هذه لين بوليان الى سترينج ريبريزنتيشن حق البوليان هذا وخزنه في الاس 2، فبالتالي لما اطبع الاس 2 راح يعطيني كذلك ترو. المثال الثالث انه ممكن استخدم كاركتر، وعندي هذا الكاركتر وحخزن داخله اي، فبالتالي اقول له هني ان هذا الكاركتر حوله الى نوع سترينج وخزن هذا في السترينج اللي هو اس 3، وبالتالي لما اطبع اس 3 يطبع لي حرف الاي.